اول خطوه لعمل بروجكت سوبر ماركت، بعرض اول حاجه بقول له برنت ميلك ب10 جنيه، بقول له بعرض تاني المنتجات اللي عندي، تمام. بعد كده بقول له التوتال يعني كله كام، تمام. طبعا لسه عشان انا مشتريتش حاجه فبقول له صفر، حلو الكلام. بعد كده بقول له دي ايكوال انبوت، وباقي الحاجة مكتوبة موجود المفروض اللي ظاهرة عند موجودة في الكاميرا ظاهر. الدي دي زي مخزن كده بشيل جواه الحاجة اللي أنا عايزها، تمام. الايه هاو ميني، يعني ايه هاو ميني يعني بكام، يعني أنا عايز أعرف الحاجة دي بكام، هحطها فين، تمام. فبحط الحاجات دي ايه جوه زي انبوكس كده، ايه الايه، تمام. تاني خطوة بقول له اف دي ايكوال ايكوال ميلك برنت اول واحدة، يعني انا عايز واحدة بس، قلت له التوتال 10 في ايه اضرب ده في ده، تمام. العلامة دي ثواني حد ليها، العلامة دي معناها ضرب. بعد كده بقول له برنت التوتال يعني اطبع لي كله كام، تمام. تاني خطوة بقول له الف دي ايكوال ايكوال تي، بقول له انا عايز ميلك يعني لبن، تي شاي كوفي ايه من نسكافيه اما قهوه اللي يعجبك. بعد كده دي الجبنه، تمام. فبقى كاتب له كده وقلت له انا من التي والله انا عايز مثلا ربع مثلا واحد، راح هو راح قايل لي ايه والله الربع عندي يا باشا ب 30، تمام. بس فقلت له طيب تمام، برنت التوتال يعني برضو بكام، توتال يعني الحساب او يعني كله كام كده، تمام. برضو قلت له نفس الفكرة دي ايكوال ايكوال كوفي برنت، عايز قلت له انا عايز كيلو واحدة من الكوفي سواء قهوة او نسكافيه عادي، انا هجيب علبة انا راجل بشرب كتير، فقلت له انا عايز علبة، تمام. راح قال لي يا باشا عندي والله بس ب 20، قلت له تمام ماشي التوتال، قلت له ماشي خلاص ماشي انا داخل سوبر ماركت فطبق فبجيب كل ده، تمام. قلت له دي ايكوال ايكوال جبنة تشيز، تمام. قلت له عايز كيلو، قلت له تمام، قال لي تمام والله عندي بس ب 40، تمام كده. راح قايل لي برنت توتال، بعد كده رحت قلت له والله لو في حاجة في البرنامج بتاعي قول لي، او يعني لو في حاجة من الحاجات دي غلط تواصل معايا وده الجيميل بتاعي. بس رب يكون عجبكم البرنامج او باين التفاصيل اللي موجودة.